بما اننا حضرتك لبنانيه وعندنا في مصر فانتوا عاملين خناقه كبيره معانا بصراحه. شوهتنا بقى الاعلاميه ريهام سعيد والطبيب الشهير في لبنان، فانت شو اكيد تابعتي الموضوع ده ولا ايه؟ انا تابعت الموضوع على السوشيال ميديا. صباح دكتور نادف صعب، انا بحبه كتير وعامل لناس كتير اصحابي وعملياتهم بجنن، ولو ما الاعلاميه ريهام كانت واثقه فيه ما راحت لعنده. بس ايام في انواع بشره بتتقبل العمليات، في انواع بشره ما بتتقبل، ممكن يكون صاير غلط. هلا الفيديو اللي حطه هو كيف كان قبل وهي بعد مثلا، انه بعتقد انه في كل شيء بتصلح، يعني كل شيء بتصلح. انا برايي ما كان في داعي لهالضجه الاعلاميه كثير. كمان وقت قالت انه ابني ما عم بينام الليل وفزعان وكذا ويا ماما كذا وهيك، فانه انت كمان عم تعرضي ابنك للتنمر من العالم، لك امك اللي عملت العمليه، وخاصه بمجتمعنا العربي في كثير ناس ضد العمليه التجميل. انت اخترتي هيدا الشيء، كنت حلوه ليه رحتي عملتي ليه كذا. هلا ممكن ما صعب وجهها انه العمليه يمكن منها ناجحه معها 100%، بس ما في شيء ما بيتظبط. هلا انا كتبت لها كومنت على صفحتها انه صار الغلط، ممكن تخضعي لحكيم تجميل تاني وبيتظبط منه هالشيء، يعني منه التشوه الخلقي اللي ما ممكن يتصلح يعني. فانا زعلت عليها من كثرة التنمر علي على الاعلام، وبعتقد انه شيء بيتصلح يعني، بعيدا عن الترند الاعلامي والحكي الصحافي هون معه هون ضد، يعني كل واحد عم يشد مع ابن بلده. بالنهايه انه هي العمليه ما ساقبتها، ما نجحت على وجهها. بتخيل انه بدها تاخذها على حكيم ثاني وتعمل عمليه، بس تعطي حالها شويه وقت. طالما كانت قادره انه هي بالميك اب تغطي لسنه كامله والناس ما عرفت انه هي عامله عمليه، كان فيها تلجا لحكيم ثاني، يمكن بدها تكلفها يمكن مصاري اكثر. انا كتبت لها بروحي عند حكيم اصاله لان شفت عمليه اصاله قد كانت ناجحه، فممكن تعود اللي راح المشكله اللي وقعت فيها. وبتمنى لها ان تتخطى هالمرحله، لان التنمر على السوشيال ميديا كثير صعب وخاصه هي امرأة. حقلك شغلة، الحكيم مش ملك، جل ما لا يخطئ. ما في دكتور منه معرض للخطأ، بس يمكن لأنه الدكتور نادر صعب تحت الضوء الإعلامي، الإضاءة كتير عليه، فالغلطة الصغيرة بتنضج لها كتير. يعني دايما بالمنافسات بأي مجال بالمهنة، بس يلاقوا دكتور عمل غلطة وخاصة هو تحت الضوء، بدهم يستفيدوا إعلاميا، يصير بدهم يشوهوا فيه وكذا وكذا. وممكن في دكاترة كتير عم تعمل أغلاط وما ما عم يذكر عنهم شيء لان منهم تحت الضوء الاعلامي، يعني عم بخبصوا كثير. مثلا كثير علقوا على العراقيه اللي توفت معه، طيب نحن عندنا كثير صبايا من لبنان راحوا عملوا عمليات بالسورية رجعوا ميتين كمان. يعني في اجسام بتمشي بالعمليه، في اجسام لا. قلت لها انا وحده من الناس خضعت لهي العمليه وعملتها ونجحت معي 100%، بس في صبيه لبنانيه من الجنوب عملتها بالسورية كمان ماتت. يعني هي فيها خطر، عرفتي كيف؟ انا بحس انه هو قضاء وقدر، بس كمان الى سايد افكت كثير قوي، فحسب كل صبيه جسمها شو بيلقى. يعني عندك اجسام مثلا، تعي انا خبيره ميك اب، تيجي حط لها زبونه ميك اب تطلع بتعقد، زبونه ثانيه ما شفتها حساسه ما يناسبها يتحسس وشها، بس انه ما خربت الدنيا بتصلح. بس عمليه التجميل يعني لازم الواحد يكون بدها دراسه اكثر ووعي اكثر، وكل وحده واعي تعرف خطوره المرحلة اللي فايتة عليها، في عندها عيلتها، عندها أولادها، عندها كذا، يعني إنه أنت فايتة على شيء ممكن ينجح ممكن لا، فهيدا بدك نكون ناخذ بعين الاعتبار لنخطي هيك خطوة قبل ما نندم بعدين ونقعد نبكي ويا ريت ما عملنا ويا ريت كذا. نصيحتي لقلت بعد عن السوشيال ميديا نهائيا نهائيا نهائيا، وهي قالوا لها إنه هي حكيت إنه قالوا لها بنعمل لها عملية بنشيل دهن من جسمها بنحط محل الدهن اللي راح من وشها والجلد اللي راح، بعتقد بيتظبط. وبعتقد انا اذا صبت على حاله شوي اكثر بيرجع الجلد لحاله بيترمم، اوريدي جلدها حترجع ترتخي شوي، ما حد دلها مشدوده مثل اللي بيعملوا بوتوكس او فيلم، بيكونوا كثير بشعين ما لها بقلهم بعد فتره بيروحوا. فبعتقد انه شويه وقت بنحل الموضوع، بس لازم تشوف حكيم تجميل كثير شاطر وتتعالج بهدوء، توقف السوشيال ميديا عنا لان كثره التنمر عليها منه مقبول. يعني خلاص غلطت المخلوقة، بس مش انه بدنا نذبحها، يعني وهي معترفة بغلطها. وهي لو منزع علينا كتير على حالها ما طلعت على السوشيال ميديا. فأنا نصيحتي لها تبعد عن الإعلام نهائيا وتجرب تلاقي الحل، بدل ما أنا أبكي وناس تمسخروا علي وناس يجوا إيه ليك إيه بتستاهلي الله لا يبدك، أو بتستاهلي أنت عملتي بحالك هيك وأنت غيرتي خلقة الله وكذا. يعني في كتير تنمر من المجتمع العربي كامل عليها،
طلعت التباند، وهن كانوا عم بيقولوا قبل العمليه انه بدنا نخبط الدنيا ونعمل التباند هي والدكتور، عرفتي كيف؟ فانقلب ضده، يمكن تكون اكلت عين. فانا بنصحها انه تتعالج وتصح، وبعد ما تصح ترجع تطلع على بنفسيه اقوى مثل ما تعود العالم عليها. ومصر ام الدنيا، يعني نحن ما بنحب نزعل ابدا بين مصر وبين لبنان، وممكن يصير سوء تفاهم، وهي قالت في حكيم لبناني ثاني كمان عم تتعامل معه، فان شاء الله نقدر نبيض وجهنا معها يا رب.